انا الاب ديال الضحايا. انا الاب ضحايا راه جوج دلعوه والمتولي بسبب واحد الشركه نزلت في الحومه بدون رخصه بدون هاد نزلت بدون رخصه. وانا العواول بنادم ملي كيكون كيعمل الشغل كيقراطي اولا كيهديك كيزرب كيعمل العساس كيعمل شي واحد ومراقب عليه، هادو ما عملوا والو، شبروا الاذن بداو بداو كيقراطيو كراطي ما تقراطي، قازوا العواول صغارين من تمايا قلعوا ديك الجمر بديك التراكسات بداو كياكلوا الدراري تما الجمر، اللي ما كيعرفش كيهز ديك اللي كتشبه الجمر النبته مسممه، جابوها للحومه تما. انا العواول عندي العائله عنده 10 سنين العائله 5 سنين جالسين في الزنقه، عطاوهم ديك الشيء هذاك سيبوهم تما هزوهم العواول حساب لهم الجمر كلاوهم كلاوهم نهار الحد الحد صباح الاثنين. المهم قيالي مزيانين صباح الاثنين مع الفجر ناضت العائله كتجبد وكتعود بحال لاكريس، المهم كتعوج مع هذيك كتموت. المهم عيطنا لابيلانس، جات لابيلانس هبطت لي محمد خامس، مي هبطت لي محمد خامس انا باقي داخل فيها بالانعاش، هما عيطوا لي الناس ديال الحومه الجيران بالليل مع الفجر الاربعه ديال الليل قالوا لي راه العائل كيموت، جيب لابيلانس واجي مر بنك راه كيموت. ملي بقيت خايدك عيطت لابيلانس نص ساعه وانا كنعيط لها، جبرت واحد لابيلانس باقا في محمد خامس قلت له خصك تطلع معنا، قالت لك قال لي ما ممكنش احنا نطلعوا معاك وكذا قولوا عن شو كنشبروا الفلوس ولا حيت يلا هبطنا دابا الاولانيه دابا عرج عمر الثانيه تما ما بغاوش اصدق. بقيت كنعيط في التليفون بديت كنعيط في التليفون عيط من السلطه عيطت لابيلانس طلعت مور العايل هبطنا دخلوه من الانعاش على غدا 12 ونص د الليل توفى لي العايل، دفنته البارح عاد سلموه لي. ملي دفنته البارح بقات العايله ملي جيت من الدار انا دفنته جيت من الدار قالوا لي ها هو تعاود طلال على العايله قالوا لي رحمه الله تاع العايله عاود خمسه سنوات. ايوا وحنا دابا خصنا نعرفوا هاد الشركه الحقيقه الشركه شكون اللي نزلت تما في ديك الحومه وعلاش عملت هاد المنظر هذا باش يكون السبب باش تضيعني انا في جوج العواول. قالوا الشركه كتسحب المسؤوليه ديالها ودابا انا نطلب من العداله تطلب التحقيق من العداله. مشاو لي جوج العواول توفاو لي وماشي سهله، ما تنازلش على حقي وحق ولادي والله ينصر سيدنا محمد السادس نصره الله. الله يشكرك. انا العمد للطفلين اللي ماتوا الله يدخل عليهم الرحمات. هذه شحال نقول لك، انا سقت الخبر بان عيط لي الاخ عيط لي نهار ثلاثه عيط لي قال لي راه هو داهم نهار الاثنين ونهار ثلاثه عيط لي قال لي اخي اجي لعندي قال لي بان انا ولادي سقسيت عليهم وقالوا لي راه في الخاطر بحال اللي ما بغاوش يقولوا له راه فيهم الموت. صدق مي جيت انا لعندهم دخلت انا لعندهم محمد الخامس قلت له اخي احكي لي انا شني كاين بان قصحت معهم واحد شويه قال لي اجي نقول لك الصراحه قال لي انا ندخل عند الطبيب ونهضر معاه قال لي وصافي مشى خرج لي البوليسي ديك الساعه دخلني داخل قال لي العائله الله يرحمه والعائله باقا في العنايه المركزه. ايوا قلت له الله يدخل عليه الرحمات. صافي مشينا عملنا الاجراءات خرجنا العائل صدق يلا خرجنا العائل رجعنا للدار تلاقينا الخبر بان العائله توفت البارح الله يدخل عليها الرحمات. وجبرتي اليوم جينا خرجوها ايوا هادشي اللي كاين. المسؤوليه كامله كتحمل الشركه، راه جوج الاولاد راه ماشي ساهلين يخرجوا من دار وحده. هادشي اللي كنطالبوا السلطات تفتح التحقيق هادشي هذا وتشوف هادشي هذا مين ماجي. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله. وكنشكر من هذا المنبر كنشكر رئيس دائره سبعه الله يكثر خيره من نهار اللي خرجنا بان هو تابع معنا.